أحبتي في الله، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذا محدثكم أستاذ زياد أبو غوش، وأهلا وسهلا بكم. سوف نتحدث الآن عن الإز والدز. الإز والدز، متى نستخدم الإز هذه ومتى نستخدم الدز هذه، وكيف تستخدم الإز والدز في الجملة؟ لنبدأ أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا إلى هذه الجملة: Is he at home؟ هل هو في المنزل؟ هذه الجملة صحيحة، correct، لأني عندما أستخدم هذا الإز، الإز هو يأتي إما فعل مساعد auxiliary verb أو helping verb، أو يأتي فعل أساسي في الجملة لا يوجد غيره. إذا جاء هذه الإز في الجملة كفعل أساسي ولا يوجد غيره فعل آخر، وهنا at home هي ظرف، adverb ظرف، إذا يجب علي أن أستخدم is he at home، ولا يجوز أن أقول does he at home. هنا خطأ الجملة. إذا استخدمت هنا does هي للسؤال، والإز أيضا هنا للسؤال تستخدم، ولكن إذا استخدمت does هنا does he at home خطأ، يجب أن أقول does he، وأستخدم هنا فعل، أستخدم هنا فعل. Is the exam easy؟ هذه الجملة صحيحة، هذه الجملة Is the exam easy؟ هذه الجملة صحيحة، correct. هل الامتحان سهل؟ هنا هذه الجملة صحيحة. إذا قلنا Is the exam easy؟ هذه الجملة صحيحة، هل الامتحان سهل؟ ولا يجوز أن أقول Does the exam easy. Does the exam easy. إذا لاحظوا، إذا استخدمت does يجب أن أستخدم معها فعل، أو إذا استخدمت is يجب أن أستخدم معها صفة، كهذه الأمثلة. أرجو أن تكون الأمور واضحة. Does the exam easy؟ هنا هذه خطأ، wrong. Does he go to school؟ هذه الجملة correct، صحيحة. لماذا استخدمت هنا فعل go؟ Does he go؟ هل هو يذهب إلى المدرسة؟ إذا هنا أصبحت الجملة صحيحة. Does he go to school؟ هل هو يذهب إلى المدرسة؟ أما إذا قلت Is he go to school؟ خطأ، يجب علي أن أقول Is he going؟ Is he going to school؟ أما إذا استخدمت الإز لوحدها مع فعل مجرد infinitive، هذا الفعل go، فلا يجوز أن أقول is he go أو is he eat أو is he drink أو is he sleep أو is he. إذا استخدمت is هنا يجب أن أستخدم معها صفة وليس فعل. إذا أردت أن أستخدم الفعل مع الis هذه يجوز، ويجب أن يكون الفعل مستمرا. Is he going to school؟ هذا صحيح. أما إذا is he go to school؟ هذا خطأ. أرجو أن تكون الأمور واضحة، ما الفرق بين الإز والدز. هذا ماضي الإز واز هنا، هذه ماضي الإز واز. Was the exam hard؟ هذه جملة صحيحة، هل كان الامتحان صعب؟ ولا يجوز أن أقول did the exam hard أو does the exam hard. إذن الدز نستخدم معها فعل، والإز نستخدم معها صفة أو حال أو فعل مستمر. مرة أخرى أكرر، الدز نستخدم معها فعل، أما الإز نستخدم معها صفة أو حال أو فعل مستمر. Is Ali study hard؟ هذا wrong، خطأ. Does Ali study hard؟ هذا correct، صحيح. Fill in the blank with either is or does. هذا سؤال، املأ الفراغ بإز أو does. دعونا نرمز إلى الإز برقم واحد والدز برقم اثنين. الإز رقم واحد والدز رقم اثنين. راما at home، اتفقنا. هل راما في المنزل؟ اتفقنا. إذا أردت أن أضع is يجب أن يكون معها فعل أو فعل مستمر أو صفة، فعل أو فعل مستمر أو صفة. أما إذا أردت أن أستخدم does يجوز أن أستخدم معها حال أو فعل، حال أو فعل. الحال هو ظرف الزمان أو المكان.
إذن هنا الجواب رقم واحد. ما هو هذا رقم واحد؟ هو is. Is Rama at home? Is Rama at home? هنا نستخدم is. لاحظوا هذا فعل play خطأ، نصححه في خطأ في الطباعة. أوكي. رقم اثنين، he أو she play chess. لا يجوز أن أقول is he أو she play chess. إذا أردت أن أستخدم الإز هنا يجب أن أستخدم فعل مضارع مستمر أو صفة، فعل مضارع مستمر أو صفة أو حال. Is he playing? Is she playing? Is he at home? Is she at home? أو is he tall? Is he small? Is he short? Is he tall? إلى آخره. إذن هنا does he أو she play chess؟ هل هي تلعب الشطرنج؟ الدز هنا رقم 2، نعطيها رقم 2 هنا. أرجو أن تكون الأمور واضحة. رقم 2 لأنه أحمر هنا، خلينا الدز اللون الأزرق الغامق هنا من هنا وهكذا. إذن الإز رقم 1 والدز رقم 2. سوزان speak English؟ لا يجوز أن أقول is سوزان speak English. الإز تحتاج إلى فعل مستمر أو حال أو صفة. أكرر، تحتاج إلى، يجوز أن أقول is سوزان speaking English. Is سوزان speaking English؟ طالما جاءت الجملة هكذا إذا يجب أن أقول does she أو does سوزان speak English. Does she speak English؟ إذا هذا أيضا تأخذ رقم 2، وأرجو إن شاء الله أن تكون أمور واضحة بالنسبة إليكم. هنا is or does عفوا is he know or does he know؟ اتفقنا إذا أردنا أن نضع الـ is يجب أن نستخدم فعل مضارع مستمر أو صفة أو حال. فعل مضارع مستمر أو صفة أو حال. هل هو يعلم؟ لا يجوز أن أقول is he know. Does he know؟ إذن هنا أيضا رقم 2. Does he know؟ أرجو أن تكون الأمور واضحة. سؤال رقم 5، Rabbi tall. Does Rabbi tall? Is Rabbi tall? What should I fill in the blank? What should I fill in the blank? Is Rabbi tall? Does Rabbi tall? إذا أردت أن أقول is، تستخدم الـ is للسؤال عن الصفة أو عن الفعل المستمر أو عن الحال أو الظرف، وظرف المكان وظرف الزمن. الزمان واحد. هنا السؤال، لماذا لم أقل does Rabbi tall؟ لماذا أنا لم أقل does Rabbi tall؟ لأن هذه صفة، ولا يجوز أن أقول does he small خطأ، does he happy خطأ، does he nice خطأ. Is he nice? Is he happy? Is he at home? Is he in London؟ وهكذا. أرجو أن تكون الأمور واضحة، وهذا هو الفرق ما بين is و does، وأرجو الاستماع للفيديو أكثر من مرة حتى تتمكنوا من الاستفادة القصوى. وهذا هو الفرق بين is و does، وكيف نستخدم is or does في الجملة. وهذه الأمثلة أمامكم، استعرضوها وكرروا الفيديو مرة ومرتين وثلاثة. اللهم اجعلها صدقة جارية.